أكيد مكملين مشاهدينا بآخر فقراتنا الصباحية، ورح نحكي فيها عن تغيير الديكور. زينب، بما أنه نحن عم نحكي عن قدوم المدارس والأسبوع الثالث من المدرسة اليوم، كثير من الأمهات بيحاولوا قدر الإمكان أنه يضبطوا غرفة الدراسة لحتى تناسب وتعمل جو صحي إن كان للدراسة، وحتى تريح نظر الطلاب وأولادهم لحتى يقدروا يدرسوا يمكن بطريقة صحية وأيضا بنوع من المتعة. اليوم ما بدنا نتكلف كثير، لما نحن بدنا نغير الديكور بدنا يكون عندنا ديكور حلو بتكاليف بسيطة، ما بدنا نشتري يمكن حتى ونتكلف بشكل جديد. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي مع المهندس المعماري عامر البصني. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك عامر. خلينا نحكي شوي عن الألوان المناسبة لازم تكون موجودة بغرفة الأطفال، يعني إنه مثلا الأم إذا بدها تغير هلا تعمل جو مريح تخلص أولادها من الضغط النفسي بأقل التكاليف، كيف ممكن إنه موضوع اللون هو موضوع كثير مهم سواء بغرفه الدراسه او باي فراغ ثاني كان. فنحن باعتبار عم نحكي عن مكان الدراسه رح نتخصص شوي عن الالوان الخاصه بمكان الدراسه. نحن دائما اهم شيء اهم عنصر للتركيز هو الاسترخاء، بدايه نحن لازم نسترخي نزيل كل شيء توتر وكل شيء تنشن عندنا موجود، ونبلش مرحله جديده اللي هي مرحله التركيز لحتى نوصل للنتيجه المطلوبه الدراسيه. فالالوان اللي بتساعد على هذا الشيء دائما الالوان المرتبطه بالطبيعه، الالوان اللي بتذكرنا بالصباح يعني الالوان اللي بتذكرنا باشراقه الصباح، فهن دائما الالوان الاساسيه الموجوده بالصباح بشكل يومي هن اللون الاصفر، اللون الازرق، اللون الاخضر. هلا من احد اهم هي الالوان الموجوده والمستخدمه عالميا باغلب المدارس وباغلب الاماكن التدريسيه هو اللون الازرق. اللون الازرق بيساعد بشكل كثير كبير على تهدئه النفس، استرخاء الاعصاب. بهالمرحلة هي بيساعد الطفل أو الطالب بشكل خاص على زيادة مستوى التركيز وجذب الانتباه. فحتى بالمدارس بالوقت الحالي ببلدنا وبرات البلد دائما نحن بنستخدم اللون الأزرق باللون اللي يكون لون الجدار الموجود خلف السبورة وخلف اللوح. هذا الشيء بيخلي الطالب دائما مركز على هالنقطة هي. كمان الالوان اللي كثير مهمه هو اللون الاخضر. اللون الاخضر لانه لون منعش فهو دائما بيذكرني بالتفاؤل، بيذكرني بالحيويه بالصباح، دائما هذا الشيء بيخليني بيساعدني على الاسترخاء، فكمان هو له دور كثير كبير بعمليه تلوين الفراغ الخاص بالدراسه. كمان اللون الاصفر ودرجاته من الاصفر للاورانج كمان له دور كثير كثير اساسي بزياده نسبه تدخل الاكسجين للدماغ، هذا الشيء بيزيد نسبه التركيز عند الطفل. فهي الالوان الاساسيه اللي لازم تكون متوفره ضمن فراغ الدراسه. تمام. اذا بدنا نحكي اليوم انه كيف ممكن الغرفه تترتب بشكل صح ما يكون في اثاث كثير بكون متعب ومشتت للانتباه، وبنفس الوقت ما بدنا هذا الفراغ الكبير، كيف بنقدر نحقق هذا التوازن؟ تمام. هلا نحن بنركز على نقطه مهمه، ابدا مو شرط يكون فراغ الدراسه هو فراغ كبير. هلا اذا كان عندنا فراغ كبير هذا شيء جيد، لكن بس فراغ الدراسه يفضل دائما يكون فراغ صغير على قدي اقدر انا من خلاله احس انه هذا الفراغ هو مملكتي الخاصه. هلا دائما كثره الاساس بكثره الاساس بالفراغ الدراسي هذا الشيء بيعطي شيء سلبي للطفل، لانه هو حيكون دائما ملتهي، دائما مخه بكذا قصه موجوده قدامه، سواء كانت غرفته الخاصه او اذا اخذين ركن من اركان المنزل مثل ركن الطعام او ركن الجلوس. بفضل دائما من الامهات لما يخصصوا ركن من اركان المنزل للطفل يحاولوا قدر المستطاع يشيلوا الاساسي الشغلات اللي ممكن تلهي الطفل. مثال على هالشيء، مثلا انا ممكن يكون عندي ساعه الى رقاص، وجود هالساعه ضمن الفراغ بيشتت انتباه الطالب، دائما بتلاقي انتباهه قديش صارت الساعه، قديش مضي الساعه، فانا بشكل عام ما بحبس يكون في ساعه اصلا قدام طالب اللي عم يدرس. كمان من الشغلات اللي بتشتت الانتباه وجود حيوان اليف، ممكن يكون عصفور ضمن قفص، فالطالب بيلتهى عن دراسته بيصير عم يراقب العصفور شو عم يعمل، اكل شرب، فهذا الشيء بفضل يكون مو موجود. بنفس الوقت ما بحبز ابدا انه انا افرغ المكان بشكل كامل، هذا الشيء حيحسس الطالب او الشخص اللي قاعد عم يدرس بنوع من العزله والوحده، وانه يحس حاله هو قاعد بحبس، لانه هو بالنهايه قاعد ليرتاح، ما له قاعد ليحس باي توتر او هذا باي هذا الشيء فكره الدراسه لحالها عنده تعبه. تماما فكره الدراسه لحالها شيء متعب وشيء اصلا بيوتر، فانا احطه كمان ببيئه فاضيه ما فيها اي شيء، خلينا نقول يحسسه بالدفى، يعني بجوز الاشياء الاساسيه بالمنزل هي تحسسه انه انا موجود ضمن فراغ هيك هادي لطيف قدر هذا شيء يوصلني لمرحله التركيز المثاليه. نعم. طيب عامر، يمكن هلا كثير من الامهات عندهم كثير افكار لاعاده تدوير بعض القصص القديمه بالبيت وممكن استخدامها. تمام. في افكار انت عندك اياها معينه لكل الامهات هلا؟ هلا طبعا اكيد نحن في عندنا عده افكار بعد تعزيله الصيف. طبعا اكيد اجباريه هي.
طبعا اكيد في عندنا كثير افكار نحن ممكن الامهات بشكل خاص تستخدمها، او حتى انا بفضل بشكل يعني بشكل خاص بفضل دائما الامهات تسمح للاطفال هن يختاروا بيئتهم بشكل خاص فيهم، يختاروا اللون اللي بيناسبهم، يختاروا الادوات اللي بيناسبوها، كل حدا يختار فراغه الخاص فيه. طبعا. يعني انا ممكن يكون حدا بحب الحيوانات الاليفه، عندي حيوان اليف، انا مو غلط اني انا احط صور هالحيوان الاليف بشيء بفراغ معين قدامي دائما يذكرني فيه، هذا الشيء بيريحني. انا ممكن انا اكون حدا كثير منظم حابب انه انا اجهز دائما شو عندي تاسكات خلال هالنهار، شو بدي اخلص، فممكن احط ملصقات على الحيط تذكرني دائما انه انا شو عندي هاليوم. فانا بحب دائما ما تجبر الام الطفل على اي شيء او بموضوع فراغ الدراسه الخاص فيه، بالعكس تترك هذا المجال له. تمام. حبت تساهم هذا الشيء كثير منيح، اكيد نحن بندعم انه الام تساهم بهذا الشيء واعاده تدوير اغراض المنزل. مثال على هالشيء مثلا ممكن احنا معدات التنظيف الاساسيه او مصحيح التنظيف الاساسيه بعد ما تنتهي العبوه انا ممكن اجيب خيط صوف بلون معين الالوان اللي ذكرناها لحتى يعني نوجد هاللون بشكل غير مباشر عند الطفل. ممكن احنا نلف هالخيط الصوف على هالعبوه هي وانا مستخدمها كمقلمه للطفل. ممكن كمان انا صندوق يعني اي صندوق موجود ضمن المنزل، بجوز يكون بلاستيك بجوز يكون كرتون، ارجع هذا الصندوق ممكن لونه، ممكن اعطي عليه رسمات معينه، ممكن اعطيه للطفل اقول له هي الصندوق وهي الوان انت اعمل اللي بدك اياه، هذا الصندوق خاص فيك، هذا يعني انا دائما بدي احسس الطفل انه هذا هو مكانه الخاص فيه. تمام. هو مملكته، بس يحب هذا المكان حيصير دائما يشتاق له ليرجع عليه. ونحن دائما بحبز هذا المكان يكون فيه نفعل فكره الربط الذهني، كثير نقطه مهمه. كيف الربط؟ شو يعني الربط؟ مثلا انا ضروري يكون عندي ضمن الفراغ في ريحه مميزه بهذا الفراغ، بجوز انا احط معطر مميز، هذا الشيء بيساعد الطفل دائما على الربط بين هي الريحه وبين المعلومات اللي درسها. تمام. فدائما هو بيحب يرجع لمملكته الخاصه فيه اللي فيها هالمقتنيات الخاصه فيه. اكيد. يعني خلينا نقول اليوم بدنا نطلع من فكره التكلفه الماديه لحتى نعمل نحن ديكور جديد إن كان بالبيت إن كان بغرفة الدراسة، وأي تغيير ممكن نحن نعمله. أبرز النصائح يلي بتوجهها اليوم للأهل، بدنا قديه مهم اليوم تغيير الديكور لنفسية الطفل أيضا ولنفسية الأم لما نحن خلص حفظنا هون محل هي القطعة. صحيح. ما بقى غيرناها، قديه هذا الشيء كمان بيأثر على هلأ نفسي. تغيير الديكور بشكل عام هو بغض النظر سواء للطالب أو لأي شخص فينا هو شيء كتير مهم لأنه بيجدد نفسية الشخص بشكل خاص. فأنا مثلا إذا طالب كان السنة الماضية صف تاسع وعنده هالفراغ اللي عم يدرس فيه فدائما رابطه بصف التاسع وبشو عم يدرس وشو عم يعمل، فأنا بفضل مباشرة مجرد ما بلشنا العام الدراسي الجديد بصف العاشر نغير ديكور الغرفة قدر البيت المستطاع. نحن حنحاول يعني قدر المستطاع ضمن الشيء الموجود عندنا، فبحاول إنه نغير ديكور، بجوز غير مكان المكتب، بجوز غير مكان التخت، غير ديكور الغرفة الخاص فيه. بس دائما تغيير الديكور له شروط، انا ما بقدر مثلا اجي احط المكتب او مكتب الدراسه او مكان الدراسه مقابل لنافذه، هذا الشيء حيخلي الطالب دائما ذهنه برا، شو صار، مين مرق، مين نزل، مين طلع، هي القصص دائما يعني اغلب الاحيان بنوع فيها بشكل غير مقصود، فنحن لازم نتجنبها. كمان موضوع الاضاءه هو شيء كثير كثير مهم، انا بفضل دائما نستخدم الاضاءه الطبيعيه من الشمس، طبعا لما بقول اضاءه طبيعيه انا بحكي ضوء وليس شعاع شمسي، يعني انا لما بقول ضوء دائما بنلاحظ انه المدارس عنا بشكل عم نحكي بشكل معماري موجهه للواجهه الشماليه، بمنطقتنا الواجهه الشماليه بتسمح بدخول الضوء بس ما بتسمح بدخول شعاع ضوئي، لانه شعاع الضوئي ممكن يكون شيء سلبي علي، ممكن يسبب لي اذا كانت الدنيا صيف ممكن يسبب لي حراره. تمام. بس اذا كانت الدنيا شتاء ممكن يعطيني شيء حلو انه يعطيني دفى، بس بنفس الوقت حيكون شيء ملهي خاصه اذا كان جهه الضوء جهه خاطئه. فدائما كمان حتى جهه الضوء مطلوبه كثير بشكل كثير مهم ان نركز عليها، دائما لازم يكون الضوء بجهه المعاكسه للايد اللي بكتب فيها، يعني فرضا انا اكتب باليد اليمنى لازم يكون الضوء جاي من يساري لحتى يأمن لي كامل التسليط الضوئي على كامل المساحة اللي أنا عم بدرس فيها أو عم بعمل فيها سواء كان طالب جامعي أو حتى طالب مدرسي. اما اذا كان انا الضوء جاي من يميني وانا بكتب باليمين فايدي رح ترمي ظل على مكان الدراسه وهذا الشيء رح يسبب تشويش. وباعتبار حكينا عن الظلال احيانا بنلاقي انه في قدام الضوء شيء عم يرمي ظل ودائما عم يتحرك، ممكن تكون شجره، ممكن تكون غصن شجره عم يتحرك دائما عم يرمي ظل عم يسبب تشويش للطالب، فكمان هذا الشيء نحن لازم نتجنبه ونبعد عنه. من الشغلات اللي نحن كمان لازم نبعدها مثل ما حكينا بدايه الساعات لازم نشيلها نوعا ما من واجهه الطفل، اي شيء يمكن بيطلع صوت قد ما كان صغير وبيشتت الانتباه. بالضبط، اي شيء بيشتت الانتباه سواء قد ما كان صغير مثل ما حكيتي حضرتك او قد ما كان شيء كبير، فهذا الشيء كثير مهم لاعاده تدوير الديكور المنزلي الخاص فينا. نعم، يعني ملاحظات فرح يمكن شوي هيك صغيره، تفاصيل صغيره بس كثير مهمه بالنسبه للاطفال ولديكور غرف الاطفال. نحن بنشكرك يا عامر على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، ونتمنى هيك الامهات يكونوا استفادوا منك. بتمنى لكم صباح خير. اكيد نقول لك شكرا مره ثانيه، واكيد احنا بتكاليف كثير بسيطه او ما بدنا تكاليف ابدا، ما بدنا تكاليف حتى أكيد. ابدا بنقدر نغير بالديكور ونغير من نفسنا. شكرا لك عامر، يعطيكم العافيه.